أولاً كل سنة وانتم طيبين وشعب مصر بخير. النهاردة احتفالات كتير وأعياد كتير، عيد العمال، عيد القيامة، عيد العاشر الأواخر من رمضان، وعيد الفطر المبارك القادم علينا إن شاء الله. النهاردة احنا موجودين في حي المنتزه، احنا عندنا مبادرة مهنتك مستقبلك، ودي مبادرة رائعة وبتنبع ومن مبادرة حياة كريمة اللي أصدرها وأعلنها فخامة رئيس الجمهورية. مبادرة مهنتك مستقبلك، احنا عندنا مراكز تدريب أساسية موجودة في اسكندرية، 4 مراكز تدريب، لكن المرة دي احنا جايبين أتوبيس متنقل. الأتوبيس المتنقل ده فيه 3 مهن: مهنة التفصيل والخياطة، مهنة السباكة، مهنة كهرباء التركيبات. عندنا مدربين بيقوموا بتدريب الشباب، فتيات وشباب على المهن دي لمدة شهر، بياخدوا شهادات تخرج ان هم عندهم القدرة على القيام بالمهن بتاعتهم. والأوتوبيس ده بيمر على العديد من القرى في المحافظة، بيقعد في كل قرية 3 شهور يدرب ب3 دورات تدريبية، كل دورة بيبقى فيها عدد من الأوائل، بينديهم هدايا ماكينات خياطة أو شنطة معدات تركيبات كهرباء أو شنطة معدات سباكة. الغرض من والهدف من هذه المبادرة، المبادرة دي لحفظ لدعوة الشباب إلى تعلم المهن والحرفية في المهن الخاصة بنا. احنا عارفين الفترة الأخيرة كان في ابتعاد عن المهن الحرفية، كان مثل مشكلة بالنسبة لنا، لكن دي دعوة كريمة للشباب إنه ينضم ويبقى عنده مهنة. بعض والعديد من الشباب يقول احنا ما فيش شغل، لا والله في شغل، وانا بقول لهم انا باكد في شغل. احنا انا كنت في زياره لعديد من المصانع في المنطقه الحره، وكلهم قالوا ان احنا عاوزين عماله، وعماله ما بيشترطش فيها يعني حتى القراءه والكتابه، عماله مهنيه وبياخدوا مرتبات كويسه جدا. دي بقى يعني حاجه حرفيه رائعه بتقدمها الدوله للشباب من الجنسين عشان يتعلموا حرفه معينه يعيشوا منها، وده يعني حاجة اسمها حياة كريمة اللي أصدرها فخامة الرئيس. المبادرة دي بتتقدم في اسكندرية هدية للرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة يعني مهنتك مستقبلك، اللي هي هتدرب شبابنا وبناتنا على 3 حرف: حرفة الخياطة بالنسبة للسيدات، وحرفة السباكة، وحرفة الكهرباء. المبادرة دي ضمن مبادرة حياة كريمة هتجوب ريف الإسكندرية. النهاردة احنا ابتدينا في حوض 10، حوض 10 ده قلب ريف المنتزه، محيط بمجموعة كبيرة من العزب والقرى، كثافة سكانية عالية، في شباب وفي سيدات عايزين فرص عمل وعايزين فرص تدريبية، والنهاردة احنا بنوصل لهم بالمبادرة ديت بالمبادرة الرئيس اللي هي مهنتك مستقبلك بالمركز التدريب المتحرك دوت داخل القرية داخل العزبة جنبهم. تدريب مجاني، تدريب لمدة شهر، بيطلع العامل أو العاملة بمهنة محترف يقدر يشتغل، يقدر يبقى يجد مصدر رزق طيب، ويبقى المركز التدريب جنب منه بتسهل عليه الأمور. دي إن شاء الله المبادرة هتقعد 3 شهور في حوض 10، هتاخد 3 دورات تدريبية. عن دورة تدريبية هتبقى شهر، هندرب الخياطة على مدار شهر، والسباكة والكهرباء دي أول مجموعة، وبعد كده مجموعة تانية شهر ومجموعة تالتة شهر، لمدة 3 شهور في القرية الواحدة، وبعد كده تبتدي تنتقل لقرية تانية. ريف المنتزه كبير جدا، فيه أكثر من 71 قرية. احنا عايزين نخدم اهلنا وناسنا في ريف المنتزه اللي برضو محرومين من مراكز التدريب، محرومين من فرص العمل، محتاجين حاجه زي ديت. فاحنا بنشكر فخامه الرئيس على دعم الريف بمبادره حياه كريمه، ودعمهم بمبادره مهنتك مستقبلك، وان شاء الله تبقى بداية وفتحه خير يعني على ريف المنتزه كله وعلى اهل مصر كلهم ان شاء الله. الحقيقه يمكن اسكندريه من المحافظات المحظوظه ان احنا عندنا 4 مراكز تدريب ثابته، ويمكن هي المحافظه الوحيده اللي فيها العدد ده من مراكز التدريب، واحنا كنا معتمدين ان احنا عندنا مراكز التدريب. فلما العدد بدا يزيد ولقينا في اماكن كثيره في الاطراف بتاعه اسكندريه محتاجين ان هم فعلا يجوا لنا يتدربوا، ومفيش الامكانيه ان هم يقدروا يوصلوا لنا، عرضنا بقى على معالي الوزير ان هو يبعت لنا العربيه، وفعلا يمكن طلبناها من مثلا من اسبوعين ولا حاجه، وصلت امبارح، فكان في وقت قياسي جدا. يعني هي الفكره بتاعت عربيه التدريب ان يمكن المبادره طلعت في 2019، كان في عيد العمال برضو، كان معالي الوزير طرح المبادره ان احنا عايزين نغير شكل التدريب في مصر، وفعلا بدانا ان احنا نشتغل على العربيات دي. يمكن عملنا حوالي 27 عربيه لغايه دلوقتي عشان يغطوا جميع محافظات مصر كلها،
والحمد لله يمكن احنا اسكندريه كان لها نصيب كبير، وان شاء الله يبقى لنا نصيب اكبر في عربيه ثانيه يمكن ان شاء الله برضه.